مشاهدينا في كل مكان مساءكم سعيد، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو الجزائر. هذه الحلقة التي تأتي ساعات قليلة قبل انطلاق العملية الانتخابية، قبل انطلاق التصويت والاقتراع في انتخابات جوان 2021. سنتحدث عن السيناريوهات لهذه الانتخابات، سنتحدث عن رهانات هذه الانتخابات، سنتحدث كذلك عن الطريقة، عن المعطيات التي تسبق هذه الانتخابات بناء على ما جرى وما حدث في الحملة الانتخابية. فما هي الأهداف التي ينتظر أن تحققها هذه الانتخابات؟ وسنناقش كذلك الطريقة التي ستجري بها هذه الانتخابات، بما أننا على موعد مع انتخاب بشكل جديد بعد تعديل قانون الانتخابات، والتوجه في هذه المرة إلى القائمة المغلقة بعد العمل لسنوات بالقائمة أو القائمة المفتوحة بعد العمل بالقائمة المغلقة. سيكون التصويت على الأسماء، فبأي طريقة؟ طريقة لا تزال تحتاج إلى شرح بما أنها تجربة جديدة في الانتخابات. مشاهدينا، لمناقشة هذه المحاور ومحاور أخرى كذلك، أسعد بأن يكون معي مباشرة عبر الهاتف الدكتور إدريس عطية، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3. دكتور، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ومساء الخير وتحية طيبة من خلالكم لكل المشاهدين الأكارم. شكرا جزيلا. كما سيرافقنا في النقاش كذلك الدكتور باديس بن حدة عبر خدمة سكايب، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة تبسة. نذكر فقط بأن الجالية الجزائرية بالخارج قد انطلقت في الاقتراع صباح اليوم، وكان قد سبقها كذلك البدو الرحل في الصناديق المتنقلة. العملية انطلقت يوم أمس وستستمر إلى غاية يوم السبت 12 جوان. دكتور إدريس عطية، قبل أن نناقش الرهانات، قبل أن نناقش السيناريوهات، قبل أن نناقش المعطيات التي ظهرت، المعطيات الأولية على الأقل التي ظهرت في أثناء الحملة الانتخابية، اليوم نحن أمام قانون انتخابات جديد، نحن أمام طريقة انتخاب، طريقة اقتراع جديدة ربما تحتاج إلى شرح مستمر، فكيف سيكون الاقتراع يوم السبت؟ بأي طريقة؟ أعتقد ينبغي أول شيء الإشارة إلى هذا التغير في نمط الاقتراع، وهو يدخل في إطار الهندسة الجديدة لقانون الانتخابات التي أضفت العديد من القواعد الهامة في الممارسة الانتخابية، وعلى كل مستويات، سواء على المستوى التشريعي أو حتى على المستوى المحلي أو في الانتخابات الرئاسية. وبالتالي التحول في نمط الاقتراع، أي الخروج من نمط القائمة المغلقة الذي كان سائد من خلال السنوات الماضية، بحيث كان الناخب يذهب مباشرة يختار ورقة القائمة التي يريد التصويت عليها ويضعها في الظرف، وبعد ذلك يضعها في الصندوق، وهكذا صوته يذهب مباشرة للقائمة. وعادة أنه تحصيل الأصوات تكون حسب ترتيب أعضاء القائمة من رأس القائمة إلى ذيلها، ولذلك كان السنوات الماضية نشهد دائما صراع على من يترأس القائمة وغيرها. لكن في ظل هذه الهندسة الانتخابية الجديدة خرجنا من نمط القائمة المغلقة إلى القائمة المفتوحة، وبالتالي لم يعد هناك أهمية لمسألة ترتيب أعضاء القائمة، وإنما الأهمية هي كيفية حماية صوت الناخب لينتقل صوت الناخب من الناخب مباشرة إلى الشخص الذي يختاره أو المعني الذي يختاره، وهذا ربما كمنطلق حقوقي جديد يسمح للناخب بأن يصوت مباشرة على من يختاره، سواء كان في رأس قائمة أو في وسط قائمة في ذيله. وبالتالي هناك عدة طرق يمكن أن يلجأ لها الناخب في هذا المجال، فإما مباشرة يذهب ليختار ورقة القائمة، وبعد ذلك في الحجرة الخاصة أو في المكان الخاص به بالقلم يؤشر، يضع علامة في على الشخص الذي اختاره مباشرة، وهكذا يكون الصوت مكفول للشخص الذي اختاره. بإمكانه أيضا أن يختار مجموعة من الأشخاص، وهذا يكون في حدود عدد أفراد يعني الدائرة الانتخابية أو من يمثلهم من أعضاء المجلس، عدد المقاعد، بحسب عدد المقاعد، حسب المقاعد بطبيعة الحال، وبالتالي من حقه أن يختار، لأنه هناك أيضا لا يمكن أن يحقق التصويت يجوز
على الأشخاص المتواجدين في القائمة الاحتياطية. وبالتالي كيف يرتبهم وكيف يكون الترتيب بما أن العملية بالشكل؟ نعم، هنا يضع علامة سيئة على الأشخاص الذين يختارهم، وكل شخص يأخذ صوت مباشرة في الأمر حسب الحصيلة النهائية، أن كل مترشح يأخذ صوت. وفي الحالة الثالثة وهو أنه ربما لا يريد أن يختار ولا يضع أي علامة في الورقة ويضعها كما هي، وبالتالي هنا جميع أعضاء القائمة يتحصلون على نفس الأصوات وتكون لهم أصوات مكفولة بالتساوي. وبالتالي ربما أعود لأكرر، الطريقة الأولى البسيطة أن يختار شخص واحد وشخص معني، يستطيع أن يختار أكثر من شخص ويستطيع أن يختار إلى غاية عدد المقاعد حسب الولاية التي هو فيها وحسب هذه الدائرة الانتخابية التي طيب هو فيها. ويستطيع في حال تأشير المنتخب على كل المترشحين ضمن القائمة وكان العدد أكبر من عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية. نعم، هذا إذا 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 ذهب حتى إلى الاحتياط وأشرع لذلك، هنا للأسف ورقته تعتبر ملغاة لأنه صوت أكثر من المجال المتاح له، وبالتالي قد ضيع هذا الصوت ويصبح عبارة عن صوت غير معبر عنه. طيب، قبل مناقشة كذلك المضامين أو من الناحية السياسية، نبقى في الناحية التنظيمية. الفرز الآن يطرح تساؤلات أخرى كذلك، هنالك من يتخوف من الفرز ويتخوف من طريقة الفرز كذلك، من مسار الفرز كذلك، فسيف سيكون الفرز بما أن العملية صارت أكثر دقة، الانتخاب أو الاقتراع صار أكثر دقة الآن؟ بالفعل عملية الفرز أيضا هي على ثلاث مستويات. المستوى الأول هو المتعلق ب بعتبة 5%، وبالتالي تطهير النتائج أو الاستحقاق الانتخابي من الأشخاص الذين تحصلوا على نسبة أقل من 5%. ثم المرحلة الثانية هو حساب المقعد وما يناسبه من أصوات، وهذا يكون من خلال مجموع أو حساب مجموع الأصوات المعبر عنها خارج مجموعة الأقل من 5%، تقسيم عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية ليصلوا إلى هذا الوسيط الانتخابي أو الوسيط الحسابي، ومن ثم يتم ترتيب ذلك حسب الأصوات في القوائم وليس بالنسبة للأشخاص، فالأمر يتعلق بالقوائم أولا. وبعد ذلك عندما يتم احتساب فرضا القائمة ألف أو قائمة باء حسب المقاعد، فرضا الأولى ثلاث مقاعد والثانية مقعدين وجيم أربعة مقاعد وغيرها، يتم هنا ترتيب هؤلاء الأشخاص أي الفائزون كأشخاص وليس كقائمات حسب، وهذه المرحلة الثالثة، حسب ما تحصلوا عليه من أصوات خاصة بهم. وبالتالي الأمر هنا يكون بالترتيب من نهايتي وحتى الاستخلاف في وقت آخر في البرلمان، سواء في حالة الوفاة أو في حالة الشغور أو في حالة أي مانع جسدي أو مانع عضوي أو في حالة حالات أخرى، لأن طيب الاستخلاف دائما يكون حسب ترتيب دكتور القائمة إدريس. ونعود دائما هنا إلى مجموع الأصوات التي تحصل على الشخص. دكتور إدريس، الانتخابات التشريعية المقبلة بعد يومين من الآن هي انتخابات تشريعية مسبقة لأنها أتت في إطار حل المجلس الشعبي الوطني، وكل هذا أتى في إطار الحراك الشعبي عندما طالب الشعب بإعادة الشرعية للعديد من المؤسسات من بينها مؤسسة المجلس الشعبي الوطني. إلى أي مدى يمكن أن تحقق هذه التشريعيات هذا المطلب الشعبي الواسع؟ بارك الله فيك على هذا السؤال. هذا السؤال هو منطقي وهو يرتبط بصميم توجه الجزائر الجديدة، لأنه لا ننكر أن الحراك رفض البرلمان السابق الذي تم حله سمي بالكثير من المسميات الغير محمودة في الوسط وفي المجتمع الجزائري، وبالتالي حل مجلس الشعب الوطني جاء استجابة إلى مطالب الشارع الجزائري، وجاء أيضا كأجندة إصلاحية متعلقة بما طرحه السيد رئيس الجمهورية، لأنه يبحث على مؤسسات كما أشرت لها كامل الشرعية ولها كامل المصداقية وتكون انعكاس حقيقي للمجتمع وتجسد إرادته السياسية. وبالتالي أهمية هذا البرلمان القادم في كونه حلقة من حلقات الإصلاحات السياسية هو في حد ذاته، ويسعى لتجديد الدماء في المجلس الشعبي الوطني من خلال مجلس الشعب الوطني يجسد الإرادة الشعبية، وأيضا المجلس الشعبي الوطني سوف يتشرف بالعديد من الإصلاحات السياسية، لأنه
من المتوقع أن يتم إصلاح أغلب القوانين العضوية وأغلب القوانين العادية وتكويفها مع مخرجات الدستور الجديد، إلى جانب أيضا العديد من الإصلاحات القطاعية والتي قد تشمل العديد من القطاعات في الوطن كإصلاح الصحة وإصلاح المدرسة وإصلاح الجامعة وغيرها من القطاعات لتتماشى دائما وطموحات الشعب الجزائري ومطالب الشارع. طيب أتحول الآن إلى الدكتور باديس بن حدة أستاذ العلوم السياسية، ابقى معنا فقط دكتور ديس عطية، ابقى معنا سنواصل النقاش، لكن قبل ذلك أتحول إلى الدكتور باديس بن حدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة تبسة. دكتور باديس هل تسمعني؟ نعم بالاستماع. طيب كنا بصدد مناقشة بعض الإجراءات التنظيمية التي ستسير وفقها هذه الانتخابات التشريعية، فكيف سيكون الفرز، وتحدثنا كذلك عن طريقة الاختراع، ووصلنا إلى نقطة أن هذه الانتخابات أتت في سياق حل المجلس الشعبي الوطني، وكل هذا أتى بعد مطالب شعبية في الحراك الشعبي من مختلف شرائح الشعب بإعادة الشرعية وإعادة المصداقية لعدد من مؤسسات الدولة من بينها المجلس الشعبي الوطني. فهل تمتلك هذه الانتخابات الوسائل، وهل تمتلك الحجج كذلك التي تؤهلها لأن فعلا تعيد الشرعية للمجلس الشعبي الوطني؟ نعم، في الحقيقة أنه هذه الانتخابات هي فرصة ثمينة وثمينة جدا لإعادة بناء وهيكلة المؤسسة التشريعية أو السلطة التشريعية في البلاد، وذلك عبر إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تشرف عليها السلطة الوطنية للانتخابات. هذه السلطة التي اكتسبت نوعا من الخبرة في ظرف قياسي، في ظرف سنتين منذ تأسيسها ومنذ إنشائها، أشرفت على انتخابات رئاسية، أشرفت أيضا على استفتاء على الدستور الجزائري الجديد، وها هي الآن تشرف على انتخابات تشريعية. حقيقة التجربتان السابقتان، انتخابات رئاسية والاستفتاء الدستوري، نجحت فيها إلى حد بعيد السلطة المستقلة، لذا فإنه نسبة نجاح الانتخابات التشريعية ونسبة نجاح السلطة المستقلة في تنظيمها ستكون كبيرة وكبيرة جدا. من خلال ذلك إذا كانت انتخابات نزيهة وشفافة، ما هي المؤشرات التي تبني عليها ما هي المؤشرات التي بنيت عليها تحليلك دكتور بأن السلطة ستنجح في تنظيم هذه الانتخابات؟ ما هي المؤشرات؟ المؤشرات التي تبنى عليها سهلة وواضحة، وهي التجارب السابقة للسلطة. قلت هي في ظرف سنتين وهو ظرف قياسي جدا، أشرفت السلطة على انتخابات رئاسية في انتخابات 12 ديسمبر 2019، وأشرفت أيضا على الاستفتاء على الدستور، وهما عمليتان انتخابيتان يعني في ظرف حساس جدا سياسي تمر به الجزائر، ونجحت إلى حد بعيد السلطة في تنظيم هذا الانتخابات وأيضا الاقتراع على الدستور في ظرف سنتين، هاي أو أقل حتى من سنتين، هاي اليوم ستشرف على انتخابات ثالثة لا وهي انتخابات تشريعية. ولذا حسب المؤشرات الأولية فنلاحظ أن السلطة متحكمة نوعا ما في زمام الأمور، وأن تنظيم هذه الانتخابات سيكون على خطى الانتخابات السابقة، وبناء على ذلك لدي نوع من الأمل في أن هذه الانتخابات ستكون من تحت التنظيمية. طيب سأعود إليك دكتور باديس بن حدة عبر خدمة سكايب بعد قليل، وأعود إلى الدكتور دريس عطية من هذه النقطة، نعود للنقاش كذلك معك دكتور إدريس. دكتور باديس متفائل بأن هذه الانتخابات لها ما يؤهلها لأن تجسد الإرادة الشعبية، فكيف ترى أنت الآن الصورة بدت واضحة أكثر من مرحلة سابقة بعدما شاهدنا الخطابات في الحملة الانتخابية، وشاهدنا آراء العديد من المترشحين من رؤساء الأحزاب ومن الأحزاب ومن الأحرار المترشحين لهذه الانتخابات، فكيف تنظر أنت من الناحية التنظيمية كذلك ومن ناحية الضمانات؟ كمطلب من ضمن المطالب التي طرحها الشعب الجزائري
دوائر الحراك او في الفتره التي تلت الحراك، وهذا تاكيد دائما على نيه رئيس الجمهوريه في تجديد الدماء وفي تعميق هذه الاصلاحات. لكن فيما يتعلق بالضمانات، اعتقد كثير من الضمانات اول شيء هي استقلاليه السلطه المنتقله للانتخابات والحياد الايجابي للاداره، بحيث اصبحت السلطه تتمتع بكامل الصلاحيات من استدعاء الهيئه الناخبه الى غايه التقسيم الدستوري للنتائج، وهذا اكبر ضمان بالنسبه للسلطه، خاصه ان السلطه قد نجحت في امتحانين سابقين، الامتحان المتعلق بالانتخابات الرئاسيه ليوم 12 ديسمبر 2019، وايضا الامتحان المتعلق بالاستدعاء للدستور في 6 نوفمبر الماضي، والذي اكد عليه المجتمع الجزائري برمته ان الجزائر دخلت مرحله جديده وقطعت العلاقه اطلاقا مع شيء كان يسمى التزوير في وقت سابق، وبالتالي مستوى التزوير او هذا المفهوم اصبح مفهوم غائب عن العمل. مع ذلك استمعنا الى الكثير من المخاوف من قبل الاحزاب المترشحه او حتى من الاحرار، استمعنا الى مخاوف من التزوير بطريقه او باخرى، ما الذي يبرر هذه المخاوف؟ اعتقد هي مخاوف ليست في محلها. لماذا؟ لانه ايضا من ضمن الضمانات يمكن نتحدث على الضمانه القضائيه على اساس ان المندوبين او اللجان الانتخابيه في الاطار المحلي يرأسها قضاة، والقضاة متواجدون في هذه التشكيله، الى جانب ان رئيس الجمهوريه في شخصه كونه رمز من رموز الجمهوريه وكونه رئيس الجمهوريه هو ايضا ضمانه اساسيه لنجاح هذه الانتخابات، لتكون بالضبط انعكاس الاراده الشعبيه ويكون صوت الداخل مضمون ومحمي بطريقه شفافه وبطريقه نزيهه ليصل الى نفهمه. لا يمكن اطلاقا ان نتحدث على الصندوق الانتخابي كونه شاهد زور او يعكس الاراده الشعبيه، بل سوف يجسده بكل اراده وبكل قوه. هل هذا البرلمان دكتور ادريس، هل البرلمان قلنا بانه اتى في اطار مطالب شعبيه باعاده الشرعيه لعدد من المؤسسات، لكن كذلك باعاده المصداقيه، باعاده الثقه لعدد من المؤسسات من بينها المجلس الشعبي الوطني؟ في السابق كانت العديد من المآخذ على البرلمان السابق، سمي ببرلمان الحفافات مرة، وسمي ببرلمان شكارة مرة أخرى، وكانت له العديد من التسميات الهزلية والتي تعبر عن الحالة المأساوية التي كان يظهر بها المجلس الشعبي الوطني. اليوم هنالك رهان آخر، استمعنا إلى وعود في الحملة الانتخابية من قبل الأحزاب ومن قبل الأحرار كذلك، هل ترى بأن هذا المجلس يمتلك صلاحيات أو يعطي صلاحيات للنواب من أجل تحقيق الوعود؟ كيف تقيم الوعود التي استمعنا إليها في الحملة الانتخابية؟ أعتقد قبل ذلك ربما اسمح لي أستاذ يوسف أن نتحدث أصلاً عن الحملة الانتخابية، لأنه لا ننكر أن الحملة الانتخابية مرت في 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 جو هادئ وفي جو رائع جداً، رغم أنه التداعيات أزمة كورونا، رغم أن التدابير أو هذه الإجراءات الصحية التي نحن فيها، لكن لم نتابع أي إختارات أو أي مشاكل متعلقة بالحملة الانتخابية، لأن في الوقت السابق كنا نشاهد بعض الخطابات الاستفزازية، بعض الخطابات الهزية، بعض الخطابات الكراهية، بعض الممارسات المناطقية، لكن اليوم من خلال متابعة الحملة الانتخابية على الأقل على 4 مستويات شهدنا نوع من الوعي ونوع من الرقي الجديد في المجتمع الجزائري، سواء من خلال اللقاءات الكبرى وفي القاعات الكبرى اللي لو حسابوا غيرهم شهدنا خطاب واقعي ومنطقي، سواء في اللقاءات الجواريه للمتحدثين مع في المدن وفي القرى وفي الاحياء وفي المداشر كان مستوى الخطاب عالي، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن مواقع التواصل الاجتماعي تسمح لكل مواطن بالتحرك وبالتعبير ومساند الطرف وغيرهم، شهدنا مستوى ولم نشد لا قذف ولا سب ولا شتم، وبالتالي هذا مؤشر ايجابي لصالح كامل المجتمع الجزائري، وهو من خلال ايضا المستوى الرابع تدخلات المترشحين في وسائل الاعلام المختلفه شهدنا نوع من النضج السياسي الذي يؤكد على ان الجزائر الجديده ليست كسابقتها، وبالتالي هذا البرلمان برمته ونتمنى ان يفرز كفاءات والرهان الاساسي، لان الانتخابات التشريعيه هي تحت شعار فجر التغيير، فالمواطن هو العنصر الاساسي في عمل التغيير، والتغيير الاساسي هو بالمواطن، وفي نهايه المطاف ان التغيير هو للمواطن، وبالتالي الامر يبقى دائما كمجال او كاختصاص حقيقي للبرلمانيين انفسهم كاشخاص، هم من يجب عليهم ان يبادروا. دكتور ادريس لم تجب على سؤالي واستهلكنا الوقت في الاجابه عن سؤال اخر، لكن نتوقف
عند فاصل وبعد ذلك سأعود وأعطيك الكلمة لتجيب عن السؤال الذي طرحته، هو المتعلق بالوعود التي قدمت في الحملة الانتخابية وإمكانية تحقيقها بناء على الصلاحيات التي يمنحها الدستور لنواب البرلمان، لنواب المجلس الشعبي الوطني. فاصل ثم أعود إليك دكتور إدريس وللدكتور باديس، ونعود إليكم مشاهدين. عودة إليكم مجددا مشاهدينا، أنتم تشاهدون الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج استوديو الجزائر للحديث عن الانتخابات التشريعية التي ستقام بعد ساعات قليلة من الآن يوم 12 جوان الجاري. تحدثنا عن الإجراءات التنظيمية التي ستحكم والتي ستسير وفق هذه الانتخابات، وسنواصل الحديث الآن في المضمون. وأعود مجددا إلى ضيفي الكريمين الدكتور إدريس عطية أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر. أهلا بك دكتور إدريس. مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا. والدكتور باديس بن حدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة تبسة عبر خدمة سكايب. دكتور باديس أهلا وسهلا بك. أهلا بك أخي، شكرا. شكرا، شكرا جزيلا. أنطلق معك دكتور باديس، توقفنا في الجزء الأول عند تقييم شامل لمجريات الحملة الانتخابية. الأهم الآن هو الوعود، سمعنا الكثير من الوعود في الحملة الانتخابية، والآن المطلب الرئيس هو إعادة الشرعية للمجلس الشعبي الوطني، بما أن السابق بني على الفساد وبني على الشكارة مثل ما يقول الكثير من مكونات الساحة السياسية. الآن الشرعية متروكة للانتخابات ومتروكة لمجريات الانتخابات، هل فعلا ستحتكم إلى الصندوق؟ أما الثقة والمصداقية فستعود إلى الأحزاب السياسية وإلى المترشحين وإلى الأحرار. فهل تابعت هذه الوعود؟ فهل بالإمكان أن تحقق هذه الوعود وفقا للصلاحيات التي يتيحها الدستور الجديد لنواب المجلس الشعبي الوطني؟ نعم، في الحقيقة أنه الوعود الانتخابية كانت تقريبا من طرف الأحزاب، وأما الأحرار فنادرا جدا ما أجد مترشح حر أو قائمة حرة تقدم وعود انتخابية، هي تقدم فقط في سير ذاتية على مستوى 58 ولاية. كنت متابع أولا بأول لهذه الانتخابات، لم أجد حقيقة القوائم الحرة أو حتى المترشحين الأحرار يقدمون برامج ووعود انتخابية لفترة أو ما سيقومون بأدائه خلال الخمس سنوات القادمة في السلطة التشريعية في الغرفة السفلى وهي المجلس الشعبي الوطني، في حين أن الأحزاب السياسية بالنظر للممارسة والخبرة التي تكتسبها قدمت العديد من الوعود الانتخابية في إطار معقول، يعني لم تبالغ في وعودها عكس ما كان عليه الحال لدى قوائم الأحرار والمترشحين الأحرار. ربما كونها تجربة أولى لهم يخوضونها في عالم السياسة والترشح للمجلس الشعبي الوطني تنقصهم نوعا ما التكوين السياسي الذي يجعل منهم يقدمون برامج ووعود انتخابية حقيقية وفعلية وواقعية، وليست وعود مثالية هكذا يرد لا يمكن الوصول إليها. لم نلاحظ تقديم وعود انتخابية كثيرة من طرف قوائم الأحرار، في حين أن الوعود الانتخابية التي قدمت من طرف الأحزاب السياسية خاصة الأحزاب التي لها عدد كبير من المناضلين كانت نوعا ما مقبولة، ولم تخرج عن نطاق الوعود التي لا يمكن تطبيقها أبدا مثل ما كان عليه الحال في السابق. في السابق كانت الأحزاب تعد المواطنين في كل منطقة من مناطق الوطن بوعود لا يمكن في الحقيقة تطبيقها، وحزب يوعد أنه راح يكون ترامواي راح يكون بطرق في هذه الولاية، برغم أنه هذه الولاية مثلا تفتقر لأهم المنشآت البنية التحتية الأساسية، فما بالك وحتى المشاريع التي ربما تتعهد بها الأحزاب هي تتطلب تمويل مالي وتتطلب توضيحا فيما يتعلق بأساليب التمويل المالي. الآن ربما السؤال الأبرز يطرح دائما باستمرار في الشارع، ما الذي سيغيره المجلس الشعبي الوطني في حياة المواطنين؟ ما سيغيره المجلس الشعبي الوطني القادم في حياة المواطنين؟ أولا نحكم عن هذا الأمر بعد معرفة تشكيلة المجلس الشعبي الوطني، إن كانت الحكومة القادمة ستكون منبثقة عنها أو ستكون
من طرف رئيس أغلبية رئاسية، أغلبية رئاسية، أغلبية برلمانية. فنحن الآن لا يمكن تحديد هوية البرلمان القادم، مثل ما كان عليه في السابق. كنا نعرف قبل إجراء الانتخابات أن الأغلبية البرلمانية أين ستتجه، المعارضة كيف ستكون إلى غير ذلك. أول مرة في تاريخ السياسي للجزائر هنالك نوع من عدم فهم ما ستؤول عليه نتائج الانتخابات. هناك نوع من السيسبانس كما يقول، لا نعرف إلى ما ستؤول عليه الانتخابات. هناك ثلاث سيناريوهات محتملة: سيناريو عودة، يعني سيناريو الكلاسيكي التقليدي، وهو عودة الأحزاب كما كان عليه الحال في السابق وسيطرتها على أغلب المقاعد. هنالك السيناريو الأكثر ممكن حظا، هو سيناريو وجود القوائم الحرة أو وجود أغلبية للقوائم الحرة وللأحرار في البرلمان، بعد ذلك اتجاه الأحرار في موالاة أو في معارضة، لا نعرف ذلك. كل هذه الأمور غامضة. السيناريو الثالث هو أن يكون برلمان فسيفسائي أو خليط بين الأحزاب وبين القوائم الحرة، ولا نعرف أن هناك الأحزاب التي ستتجه ناحية الموالاة أو ناحية المعارضة إلى غير ذلك. هناك إعادة بناء هيكل سياسي جديد تعيشه الجزائر منذ سنة 2019، لذلك لا يمكن الحكم مسبقا عن أي طيب. من هذه سأعود إليك دكتور باديس بن حدة، وأتحول عبر الهاتف إلى الدكتور إدريس عطية. دكتور إدريس عطية، قلت في السابق بأن العديد من الإصلاحات طالب ويطالب بها الشعب فيما يتعلق بمؤسسات الدولة وفي مؤسسات أخرى. كيف ستساهم هذه الانتخابات التشريعية في تحقيق مطالب الشعب التي يكررها باستمرار، سواء كررها سابقا في بداية الحراك الشعبي ويكررها في حياته وفي ممارسته الآن؟ أعتقد أن الجزائر تجاوزت مرحلة النائب الذي يوزع سكنات والنائب الذي يوفر العمل وغيرها من الممارسات أو الوعود التي كانت تطرح في أي استحقاق انتخابي أو في حملة انتخابية. لكن اليوم أنا للبرلمان أن يكون برلمان حقيقي من خلال على الأقل ممارسة عدة وظائف وعدة أدوار، سواء من حيث الوظائف فوظيفته الأساسية هي وظيفة تشريعية، أيضا وظيفته هي وظيفة نيابية لأنه ينوب الشعب ويجسد الإرادة الشعبية، والوظيفة الثالثة والتي رسخها الدستور كثيرا وهي الوظيفة الرقابية، من خلال أن البرلمان يحق له مراقبة عمل الحكومة من بداية طرح الأسئلة ومناقشة بيان السياسة العامة ومناقشة قبل ذلك مخطط عمل الحكومة إلى غايته، حتى حجب الثقة أو المطالبة بحجب الثقة وغيرها من الممارسات التي يتيحها القانون للعمل البرلماني. وفيما يتعلق بالأدوار أيضا، بإمكان البرلمان أن يكون قريب من الشعب ويبادر باسم الشعب بعرض قوانين أو بإصلاح العديد من القوانين المتعلقة بالشعب والتي يرغب الشعب في إصلاحها، إلى جانب ممارسته الدبلوماسية البرلمانية أيضا باسم الشعب الجزائري ومن أجل الشعب الجزائري. طيب، فيما يتعلق بالصلاحيات دكتور إدريس عطية، سؤال أخير حتى نسمح لك بمغادرتنا. فيما يتعلق بالصلاحيات، هل هنالك ما يلزم الجهاز التنفيذي باحترام الجهاز أو السلطة التشريعية؟ في السابق شاهدنا الحكومة لم تعرض إلا مرة واحدة بيان السياسة العامة في المجلس الشعبي الوطني، شاهدنا وزراء فوق البرلمان لا ينزلون أبدا إلى الغرفة الثانية للبرلمان، إلى المجلس الشعبي الوطني، حتى في الأسئلة الشفوية ويوكلون الأمر إلى وزير العلاقات مع البرلمان مثل ما هو معمول به قانونا. شاهدنا تعدي صارخ وواضح على السلطة التشريعية وعلى المجلس الشعبي الوطني. اليوم هل تغير الوضع؟ هل سيتغير الحال؟ الشيء يتوقف على البرلمانيين أنفسهم. إذا كانوا برلمانيين حقيقيين ويجسدون إرادة الشعب، فعليهم أن يتكتلوا، أن يتعاونوا فيما بينهم، أن يفهموا روح القانون ويفهموا صلاحياتهم، لأن داخل المجلس الشعبي الوطني يوجد الكثير من المكاتب المتعلقة بتكوين النواب، بتأثيرهم، بهيكلتهم قانونيا وتثقيفهم سياسيا وفي شتى المجالات. وبالتالي أن النائب الذي يحمل حقيبته في وقت سابق ومنذ إعلانه فائزا يذهب لي قضاء مصالحه والبحث عن مصالح خاصة ويدير ظهره للناخبين، هذا هو أكبر خطأ وقعت في الجزائر. لكن النائب اليوم الذي يتحمل مسؤوليته أمام المنتخبين وأمام الشعب الجزائري
ويباشر مهامه بقوة، بإمكانه حتى أن يجبر الحكومة على الاستقلال وأن يكون صوته يصدح في كل الأماكن ويجسد الإرادة الشعبية، لأنه للأسف أن البرلمان السابقة وما لاحظناه في حالة الاختلال بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، هذا الأمر اليوم في الدستور الجديد غير موجود، هناك توازن بين السلطات، هناك صلاحيات واسعة للسلطة التشريعية بما فيها كما أشرت مراقبة الحكومة والذهاب حتى إلى محاسبة الحكومة في حالات كثيرة، خاصة إذا كانت هناك أغلبية برلمانية وذهبنا إلى الوزير الأول فبإمكانه رئيس حكومة حتى 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 البرلمان أن يحجب الثقة على الحكومة. رئيس الحكومة، نعم، في حال رئيس الحكومة وليس الوزير الأول. نعم، وهذا حتى طبيعة النظام السياسي تتكيف وتصبح أقرب للنظام البرلماني المعدل منه إلى النظام الرئاسي المعدل. أشكرك جزيل الشكر دكتور إدريس عطية، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، كنت معي مباشرة عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر. وأعود إلى خدمة سكايب إلى الدكتور باديس بن حدة. دكتور باديس، نبقى في هذه الجزئية، قضية صلاحيات النواب وصلاحيات البرلمان. قلت في السابق كان عدد من الوزراء لا يحترمون بهذا المصطلح، لا يحترمون المجلس الشعبي الوطني، وبذلك لا يحترمون الشعب ولا يحترمون الإرادة الشعبية، لا يحضرون للرد على الأسئلة الشفوية التي تقدم لهم من قبل النواب حتى ولو كانت تعني بشكل خاص حياة المواطنين. اليوم ما الذي سيتغير في هذه الجزئية فيما يتعلق بالصلاحيات؟ نعم، في الحقيقة في السابق كما قلت أخ يوسف، كانت المؤسسة التي من المفروض أنها تكون مؤسسة مقدسة نوعا ما لأنها تمثل الشعب الجزائري برمته، كانت هذه المؤسسة غير محترمة من طرف سواء من الوزراء أو حتى من بعض النواب في حد ذاتهم، يعني وصل الحال إلى أن يسمى ببرلمان الكابنة وتصرفات لا تليق بتاتا يعني بهيئة أو سلطة تشريعية للبلاد تمثل الشعب الجزائري، وأصبحت تصرفات يعني نوعا ما تصرفات شوارع وليست تصرفات مؤسسة تشريعية. الآن يمكن أن تتغير هذه الصورة النمطية التي يعرفها حتى المواطن الجزائري البسيط عن مؤسسة البرلمان، هي صورة سلبية وسوداوية جدا لدى عامة الناس ولدى حتى الخبراء والمتابعين للشأن السياسي. الصورة السوداوية هذه كونتها تراكمات منذ أكثر من 20 سنة لكل البرلمانات التي أو المجلس الشعبي الوطني، هنا لا أتكلم عن مجلس الأمة، أتكلم عن مجلس الشعبي الوطني، كل البرلمانات التي كانت منذ بداية الألفية الجديدة لم تقم بأي شيء أو بأي عمل إيجابي يجعل من المواطن يفتخر ويعتز بوجود هذه المؤسسة، كانت مجرد مؤسسة للمصادقة على كل ما تقوم به الحكومة أو السلطة التنفيذية، حتى أكون أدق، السلطة التنفيذية عموما كانت مؤسسة تابعة وخادمة وخاضعة للسلطة التنفيذية، في حين أنها سلطة مستقلة تماما وهي السلطة التشريعية، من المفروض هي من تراقب وهي من تنظم عمل السلطة التنفيذية. هنا عكست المعادلة وأصبحت معادلة عكسية. نتمنى أنه في حدود صلاحيات التي منحها الدستور الجزائري الأخير للنائب في المجلس الشعبي الوطني أن تتغير منهج وأسلوب وطريقة التي يعتمدها النواب في عملهم داخل قبة المجلس الشعبي الوطني، وأن يكون هناك مبادرات تشريعية، وأيضا تكون هنالك استماع لانشغالات المواطنين في مختلف مناطق الوطن وإيصال محاولة إيصال صوتهم إلى السلطة التنفيذية التي يجب عليها أن تكون متعاونة وتسعى جاهدة لأن ترجع كرامة وهيبة السلطة التشريعية من خلال المجلس الشعبي الوطني وحتى مجلس الأمة. لذا فإنه حسب اعتقادي أخ يوسف فإنه الصورة ستتحسن نوعا ما، لأنه لاحظنا أنه الوجوه السابقة وسيطرة الأحزاب السابقة على هذه المؤسسة التشريعية نوعا ما تتراجع بعد ما ستصبره نتائج انتخابات. ممتاز. في هذه الجزئية هنالك قاعدة دائما، المجالس المنتخبة القوية تصنعها مشاركة قوية للمنتخبين. بناء على تفاعل على مستوى تفاعل الشعب مع أو المواطنين مع مجريات الحملة الانتخابية، كانت هنالك العديد من اللقاءات والنشاطات الجوارية والخطب السياسية التي ألقيت في المرحلة السابقة. في رأيك، في نظرك، كيف تتوقع نسب المشاركة
الاقتراع انطلق بالنسبة للجالية في الخارج وبالنسبة للبدو الرحل كذلك الصناديق المتنقلة هي مستمرة العملية. يوم السبت كيف تتوقع نسب المشاركة؟ بطبيعة الأمر أخي يوسف وأقول لك بكل صراحة يعني أنه حسب الدراسة للواقع فإن نسبة المشاركة ستكون نوعا ما ضعيف مقارنة بحجم هذه المناسبة لا وهي انتخابات تشريعية وانتخابات لإنشاء سلطة تشريعية للدولة واختيار نواب الشعب. النسبة ستكون ضعيفة لماذا؟ ستكون ضعيفة بالنظر إلى عزوف الشباب خاصة فئة الشباب، عزوف الشباب عن كل ما هو عمل سياسي والانخراط في الحياة السياسية، وستكون ضعيفة أيضا لعامل آخر وهو عدم جدية بعض الأحزاب في كسب منخرطين جدد شباب وتسليم المشعل للشباب على مستوى الأمانات الولائية أو حتى على مستوى الأمانات العامة للأحزاب. نلاحظ أن بعض الوجوه لا تزال نفسها لم تتغير في بعض الأحزاب منذ سنوات ومنذ عقود لم تتغير. هنا هذه النسبة ستكون ضعيفة لكنها ستكون مقبولة إلى حد ما بالنظر إلى الظروف الراهنة وبالنظر إلى المشهد السياسي العام الذي تعيش الجزائر قلت منذ سنتين تعيش مخاض سياسي. وهذه هو سؤال أخير دكتور باديس بن جدة، في نظرك هل ستعيد هذه الانتخابات الشرعية للمجلس الشعبي الوطني؟ تقريبا ستعيد شرعية المجلس الشعبي الوطني حسب ما ستشفر عنه من أغلبية برلمانية أو من عدد المقاعد أو توزيع عدد المقاعد. أما إذا كان هناك توزيع عشوائي أو تشفر عن نتائج عشوائية وبرلمان فسيفسائي بشكل كبير سيخلق العديد من الصراعات وسندخل في دوامة أخرى مثل ما كان عليه الحال في السابق. أشكرك جزيل الشكر دكتور باديس بن حدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة تبسة، شكرا جزيلا كنت معي مباشرة عبر خدمة سكايب، أشكرك جزيل الشكر. كما أشكر كذلك الدكتور دريس عطية أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر الذي كان معنا عبر الهاتف، وكل الشكر لكم مشاهدينا على المتابعة. ألقاكم بخير، السلام عليكم.